حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم 60 دقيقة. يعتبر مرض الزهايمر أحد أكثر أشكال أمراض الخرف انتشاراً، ويتسبب الزهايمر في إحداث مشاكل في الذاكرة والتفكير. مرض الزهايمر لا يعتبر جزءاً طبيعياً من تقدم العمر أو الشيخوخة، وإنما هو حالة مرضية. موضوع حلقتنا اليوم راح يكون عن الزهايمر، ومعنا ضيفة الحلقة لليوم دكتورة سارة قباني، طبيبة عامة وعضو في جمعية الزهايمر. مرحبا دكتورة، نورتينا في الاستديو. أهلا حبيبي. دكتورة، مرض الزهايمر مرض شائع وكثير ناس يجهلوا إيش هو مرض الزهايمر، فممكن تعرفين عليه أكثر؟ ممكن نبدأ أول شيء وش يصير في المخ مريض الزهايمر. احنا عندنا تتجمع زي الكتل البروتينات وتخرب التواصل، يصير العصب للعصب ما يقدرون يتواصلون مع بعض. غير كذا نفس العصب يصير ما يقدر يوصل الغذاء لنفس الستركتشر حق العصب، فتموت الأعصاب. لما تموت الأعصاب يصير عندنا ضمور في المخ، بالتالي هذا يأثر على الذاكرة. في البداية يبدأ في الذاكرة قصيرة المدى، وبعدين يبدأ أنه يأثر على شخصية الشخص المصاب بمرض الزهايمر، يأثر على المزاج، يأثر على طريقة حكمة على الأشياء. طب دكتورة، بالنسبة للمراحل اللي مر فيها مريض الزهايمر، إيش هي المراحل؟ احنا في شكل عام نقسم مراحل مرض الزهايمر إلى 3 مراحل. المرحلة المبكرة اللي هي يبدأ فيها فقدان الذاكرة قصيرة المدى. فمثلا الشخص ينسى وش أكل اليوم، يجي يقول لك أبغى أكل، أنا ما أكلت وهو توا أكل. مثلا ينسى أن عياله زاروه، يقول ما جيتوني، ويزعل عليهم مع أنه هم جو. يبدأ نشوف السلوك حقه يتغير، شخصيته فيها انتفاعية، ممكن يعصب. بعدين في كل ما تقدمت المرحلة تبان المراحل، أنه مثلا الشخص يضيع، يعني مثلا يروح شغله، هذا المكان يروح له كل يوم، يصير ما يعرف وين فيه، وين يروح الشغل ولا كيف يرجع البيت. نفس المكان اللي هو حتى بيته ممكن ما يعرف أنه هذا بيته، يقول أنا وين. غير كذا ممكن يصاب مثلا في هلوسات، يصاب في شكوك تجاه الموجودين في البيت. طب يعني مرحلة مريض الزهايمر تعتبر معاناة للمريض ولأهل المريض. طب إيش هي أسوأ وأخطر مراحل مرض الزهايمر؟ أسوأ وأخطر مراحل الزهايمر هي اللي لسه ما قلناها، المرحلة الأخيرة. لأن عادة المرحلة الأخيرة تكون مرحلة سريرية للمريض، يصير ما يتحرك، يعتمد بشكل كلي على اللي حوله. يعني هي المرحلة، في مرحلة مبكرة ومرحلة سريرية متوسطة والسريرية. الأسوأ مرحلة السريرية. طب المتوسطة كيف تكون؟ المتوسطة اللي هي يبدأ في النسيان، بعدين يبدأ في الشكوك، في الهلوسة، يبدأ أنه ما يقدر يحكم على الأشياء، يبدأ مثلا يسوي تصرفات ما كانت هذه تصرفاته. يعني يتكلم بأشياء، مثلا في ناس أنه هو متعود، مثلا زي رجال مصاب مرض الزهايمر متعود أنه يقعد بين الناس في المجلس، يبدأ يتكلم كلام ما المفروض يقوله. يصير الحكم حقه ما هو بزي أول، يصير ما في تركيز على الكلام اللي يقوله. يعني إيه الجدجمنت والإصدار الأحكام ما يكون زي أول. طب متى يوصل للمرحلة السريرية؟ هو تقريبا المراحل هذه تأخذ من 10 سنوات لعشرين سنة. يعني تقريبا قلنا مثلا 8 سنوات تأخذ المرحلة الأولى، وبعدها يمكن 8 سنوات بعدها المرحلة السريرية آخر شيء. العناية بالمريض والاهتمام فيه وعطاء الأغذية طبعا السليمة للمريض، ممكن أنه إحنا نحد من أنه يوصل للمرحلة السريرية، ولا لا خلاص لازم أنه يوصل للمرحلة السريرية كل مريض الزهايمر؟ عادة هو يوصل للمرحلة السريرية، بس إحنا وش نسوي؟ إحنا عشان كنا من التشخيص مبكر نبدأ يعني نعطي الأدوية، في أدوية تأخر هذه المراحل. والشيء الثاني حتى الغذاء ممكن يخفف من الأعراض ويأخر المراحل، بس احنا ما نقدر نمنع ان المرحله تجي، بس ناخرها. يعني هي المرحله جاي. اي طيب، بالنسبه لاعراض الزهايمر ايش هي ابرز اعراضها؟ في عندنا الاعراض المبكره اللي هي فقدان الذاكره قصيره المدى، يصير في اختلاط عند الشخص في المكان والزمان، زي ما قلنا ما يعرف وين وش الوقت الحين، المكان هذا هو متعود عليه بس ما يعرف ايش، تبدا الشكوك والهلوسه. يبدأ الشخص يصير انفعالي، شخصيته نفسها تتغير عن اللي حوله. هذه الأشياء يعني ممكن تبين لنا خاصة في البدايات. طب في أشخاص ممكن أنه ما نلحظ عليهم المرض؟ ممكن في خاصة في بداية المرض مرة، يعني إذا كان جدا في بداية المرض، أحيانا في مرضى
يعون انهم هم قاعدين ينسون، يعون انه فيهم مشكله فيحاولون انه ما يبينون ان هذه في مشكله، فيخبون هذا الشيء لين بعدين تبان الاعراض. يعني الجهل من الاشخاص نفسهم ولا الخوف؟ ممكن يكون الخوف اكثر، لان انت تخيلي ان تبدين تستوعبين ان انت تنسين اشياء وما ودك تقولين للي حولك، فهو صعب على المريض. هو احنا الحين في اعمارنا هذه الصغيره وتلقينا ننسى، كيف ما بالك؟ اي فيمكن انه يكون اختلاط الموضوع عليه، اختلط الموضوع انه خلاص غيري ينسى، اصغر مني ينسى، عشان كذا يمكن ما يركز. اي ممكن في ناس ما تنتبه انه مثلا، لان احيانا مريض الزهايمر لما ينسى ما يتذكر انه نسى الا في المراحل المبكره جدا. طب احنا كاهل المريض كيف احنا ممكن نكتشف الاعراض فيه، نلاحظ يعني؟ زي ما قلنا مثلا انه مثلا يزعل على عياله، ما جيتوني، ابي اكل هو تو ماكل، مثلا يبغى يستخدم دوره المياه هو تو مستخدم دوره المياه، تكرار الاشياء والافعال، غير كذا تغير في الشخصيه والانفعاليه. يعني الشخص هم، يعني انت لما تكونين قاعده مع الشخص في البيت تعرفين شخصيته، فتلاحظين عليه انه شخصيته تغيرت، ما هي نفس الشخص الاول، السلوك، الانفعال، المزاج، هذه كلها علامات. تخيل يمكن اشياء ثانيه ما حصلت ممكن تخيلها انها صارت. إيه ممكن تكون تخيلات، ممكن شكوك. طب ممكن يسترجع اشياء في الماضي ويعتبرها انه الحين صارت في الحاضر ولا لا؟ اي الحين الشيء في مرض الزهايمر انه الذاكره بعيده المدى تكون موجوده، وعاده المريض يرجع لها، هو اللي يتذكرها. يعني احيانا في مرضى مثلا يحسبون انهم اصغر ويشوفون عيالهم، يقولون ان يحسبون عيالهم صغار لانهم يحسبون مثلا عمرهم بالثلاثينات توهم جايبين اطفال. فعشان كذا حتى لما يجون عيالهم ما يعرفونهم، يقولون انت كيف ولدي، انا ولدي صغير. يشوفون نفسهم في المرايه يخافون لانهم يحسبون ان عمرهم 30 وهم في هذيك المرحله من العمر. طب اهل المريض ايش شعورهم لما يلقوا انه مثلا ابوهم ولا امهم انه مصابين بمرض الزهايمر؟ صراحه هو جدا صعب. يعني ممكن احكي من تجربه شخصيه، جدي الله يرحمه كان مصاب بمرض الزهايمر. طبعا انا ممكن ما كان المعاناه بالنسبه لي كثر ما كان الوالدي. انا صعب انه مثلا ممكن ما يتذكره، مثلا كان مثلا يروح يقعد يتكلم معاه ما عاد يتكلم زي اول في الاشياء اللي كان يحب يتكلم فيها. فكان يعني صعب انك تشوفين الشخص اللي تحبينه واللي يهتم فيكي ما عاد يعرفك، ولا عاد يعني شخصيته تغيرت. طب بالنسبه لشعور مريض الزهايمر بايش يشعر؟ احنا عاده يعني دائما احنا نقول انه ممكن مريض الزهايمر طول الوقت زعلان طول الوقت، بس هو مو بالمفروض كذا، هو المشاعر عنده محفوظه ما تتاثر، فهو زينا يشعر في كل المشاعر، فاحنا دائما نحاول ان ندخل المشاعر الطيبه على المريض الزهايمر. طب مريض الزهايمر هل يعتبر انه المرض اللي هو فيه من الامراض الوراثيه؟ الى الان يعني 90% ما له علاقه في الوراثه، ما لقوا رابط تام ان هذا الجين ممكن يسبب. من 5 الى 10% لقوا فيها وراثه، ان هذا الجين اذا كان عند الشخص ممكن يجي مرض الزهايمر، بس حتى يكون ابكر من المرض الزهايمر اللي مو بالوراثه. طب بالنسبه لاسباب حدوث المرض ايش هي اهم الاسباب؟ احنا نسميها عوامل خطر، لان لين الحين ما لقينا سبب رئيسي اللي هو نقول هذا والله هو اللي سبب مرض الزهايمر. من اهم الاسباب اللي هي امراض القلب، الجلطات في الراس، مرض السكر. الأشياء الثانية ضربات الرأس ممكن تعرض الشخص للإصابة في مرض الزهايمر. غير كذا النشاط الذهني حق الشخص. بس عشان نوضح، ضربات الرأس في عمر معين صح؟ من في عمر الفوق 60؟ لا حتى من عمر الصغير. حتى من عمر الصغير أنا ضربت، إذا كانت ضربة الرأس مؤثرة على المخ، إذا كانت قوية تأثر على المخ. لأنه إحنا زي ما أنا قلت لك البروتينات تتجمع في المخ. فأنا زي ما قلنا النشاط الذهني، هذه تكثر التواصل بين الأعصاب، الموصلات العصبية. فمثلا إذا واحد عنده مثلا ضربة في المخ وتأثر جزء من مخه، إذا جاء مرض الزهايمر هو أصلا أوريدي متأثر جزء من مخه، فبيبان عليه الأعراض أكثر وأقوى. طب بالنسبة لطرق الوقاية، كيف أن إحنا ممكن نقي نفسنا من الوقوع في مرض الزهايمر؟ أول شيء ممكن نشوف العوامل الخطر ونحد منها. فمثلاً الأشخاص المصابين بالسكر، بأمراض القلب، بالضغط، ممكن أنه يحاولون يحافظون
على السكر والضغط والرياضة والأكل الصحي. رياضة جدا مفيدة للمخ. الشيء الثاني ممكن النشاط الذهني يعني زي ما قلنا الشغل احنا مثلا ممكن نتأفف منه ونتعب بس انه هو قاعد يساعدنا في النشاط الذهني. الاجتماع مع الأشخاص. في حمية البحر المتوسط هي الحمية الوحيدة المثبتة علميا انه ممكن تقي ولا تأخر وتخفف من أعراض مرض الزهايمر. طب وبالنسبة للفيتامين دال ايش دوره؟ إلى الآن ما لقوا من الأبحاث أن شيء يثبت أن فيتامين دال ممكن يأثر على مرض الزهايمر. لا فيتامين دال ولا بي 12 بس أهميتهم لهم أهمية كبيرة لهم في أهمية المريض. بي 12 مثلا ممكن إذا الشخص إذا كان عنده ناقص بي 12 ممكن أعراض تكون نسيان فهو مهم أن نعرف بس أنه مثلا إذا أعطينا الشخص بي 12 وهو مريض الزهايمر ما راح يحسن الحالة. أنت تكلمتي عن الحمية اللي يمشي عليها مريض الزهايمر يعني هو في نوع أغذية معينة هي حمية البحر المتوسط بس ممكن تعرفين عنها أكثر؟ هي اللحوم الطازجة الزيوت اللي فيها أوميغا 3 يعني الأشياء الفريش. طب هي تكون مع دكتور تغذية متخصص ولا إحنا نقدر في البيت أنه نسوي له الغذاء للمريض؟ الحين أتوقع الموضوع صار سهل يعني الواحد يقدر يطلع الحمية ويطلع الأشياء من يعني من كل مكان موجودة هي. طب وأنت دوركم بالجمعية أنكم تدعمون في عندكم أخصائي التغذية ممكن أنهم يجوا عندكم ويكشف؟ إيه يدعمون المرضى يعني مثلا إحنا نوفر الأطباء للمرضى نوفر الممرضين للمرأة للمرضى وغير كذا كمان نوفر المساعدة من ناحية أجهزة من ناحية أدوية فنحاول أن نساعد المريض قدر الإمكان. طب قلتي لنا طرق الوقاية من المرض بالحمية الغذائية فقط ولا إيش كمان؟ الرياضة طبعا إذا شخص كان مصاب بالسكر بالأمراض القلب يحاول الضغط يحاول أنه يحافظ على أدويته أنه ما يرتفع عند السكر ما يرتفع عند الضغط. إيش علاقة السكر بالزهايمر؟ الحين السكر ممكن يزيد نسبة الجلطات في المخ فإحنا كل ما كان عندنا جلطات تجينا جلطات صغيرة في المخ ما تأثر ما تبان لها علامات. هذه كل ما الشخص ما كان عنده جلطات أكثر كل ما كان نسبة إصابته بالزهايمر أعلى. طب في أمراض أخرى كمان ممكن أنها يعاني منها المريض تأثر عليه بمرض الزهايمر؟ طبعا يعني مثلا إذا كان المريض غير مرض الزهايمر مريض في أشياء ثانية بيكون أتعب عليه يعني مثلا السكر القلب يعني هذه الأشياء والضغط هذه كلها بتأثر بيصير يعني طبعا أكثر من مرض مو بس مرض الزهايمر. طب دكتورة سارة احنا بنطلع فاصل ونرجع لكم مشاهدينا فاصل ونرجع لكم. عدنا إليكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامجكم 60 دقيقة وموضوع حلقتنا اليوم عن الزهايمر. معنا الدكتورة سارة قباني طبيبة عامة وعضوة في جمعية الزهايمر. دكتورة مريض الزهايمر هل يعيش حياته أنه لازم أنها تكون روتين؟ الأفضل أن احنا نسوي روتين للمريض لأن أي تغيير على المريض بيزيد أنه هو يختلط عليه المكان والزمان. بس وش اللي نبغى نسوي احنا ان ما نبغى نفرض روتين من عندنا على المريض. فمثلا في ناس هي اصلا طبعها كانت تسهر تنام متاخر وتقوم متاخر صح فما اقدر انا افرض على المريض اقول له ينام بدري ويقوم بدري وهو اصلا روتينه اللي اول ما كان كذا فانا احاول اخليه على روتينه اللي اول واشوف اللي يريحه يعني. طب اذا النوم الليل اريح للمريض ليش ما احنا نحاول نغيره باليوم واحد وخلاص يمشي على روتين معين؟ هو المشكلة مرض الزهايمر يأثر على النوم يعني حتى تشوفين ينقلب في عندهم مرض الزهايمر ينقلب عندهم النوم ما يكون نفس الناس الطبيعية فصعب جدا يعني احنا ممكن نقول انه ودنا نضبط ودنا نسوي بس لما نيجي للواقع مرة صعب تطبيق ان نضبط الروتين ونقول له نام الحين ولا لا تنام الحين وقوم الحين. طب العناية بالمريض في المنزل كيف لازم تكون؟
الصراحة يعني هي موضوع مرة كبير، احنا في الجمعية نعطي عنها دورة للمقدمين الرعاية كيف يتعاملون مع مرضى الزهايمر في كل المراحل. بس من الأشياء أنه الواحد لما يجي مثلا يتكلم مع مريض الزهايمر يتعرف عن نفسه، ما يتوقع أن المريض يعرفه، فيجي يعرف عن نفسه، يجي من قدام ما يجي خوفه من وراء، يتكلم معه ببطء لأن سرعة أن المريض الزهايمر يستوعب ما هي زينا، فلازم نتكلم معه شوي شوي ونعيد ولا نصحح له، ولا مثلا إذا هو غلط ولا قال شيء ولا نقول له لا غلط عليك، لأن هذا بيخليه يحس أسوأ وإحنا ما نبغى أن الشخص يكتئب. طيب التكرار عند مريض الزهايمر لازم يكون بشكل دائم؟ بشكل دائم يعني إذا ترجع عادي نكرر، وفي النهاية إحنا نقول وش النشاط الذهني يحمي الشخص، فإحنا كل ما كررنا إحنا اللي قاعدين نستفيد، ممكن نأخذها من هذه الطريقة. صح، لازم نكون هادين مع المريض لأنه هو قاعد يعاني وإحنا اللي نقدر إنه إحنا نتعامل مع هذا الموقف. طب في أكل معين إنه نعطيه لمريض الزهايمر إنه يأكله علشان مساعد في تنشيط الذاكرة؟ لا، لأن الحين ما عندنا إلا حمية البحر المتوسط هي المثبتة في الأبحاث، اللي هي اللحوم الطازجة، الأوميغا 3، الزيوت، هذه هي الوحيدة اللي مثبتة أنه ممكن تخفف من أعراض الزهايمر. طب وفي حالات تحسنت على الأكل أو المواظبة على الأكل الصحي اللي مفترض أنهم يأخذوه؟ إيه، على حمية البحر المتوسط إيه، يعني هذه اللي مثبت، بس غير هذه ما في ولا حمية ثانية أثبتوها أنه ممكن تساعد مريض الزهايمر ولا تحمي. في شفاء تام من مرض الزهايمر؟ للأسف إلى الآن ما في. يعني أنا قريت في الإنترنت أنه في دواء نزل جديد لمرض الزهايمر وأنه ينهي مرض الزهايمر كليا، فإيش رأيك بهذه الدراسة أو الخبر اللي نزل؟ هي لسه تحت الدراسة، فإحنا يعني ما نقدر نقول الحين صح ولا غلط ولا ممكن، وإحنا إن شاء الله نتمنى أنه يكون في العلاج، بس إلى الآن ما طلع مثلاً. إحنا لأنه نحتاج أن الـ FDA ولا هيئة الدواء والغذاء توافق على الدواء قبل لا يطلع يأخذون المرضى عشان يكون سيف، فإلى الآن ما طلع هذا الدواء، فإلى الآن بس نكون إن شاء الله قريب أن نلقى الشفاء إن شاء الله بإذن الله. طيب بالنسبة لنسبة الأشخاص المصابين بالزهايمر في السعودية كم نسبتهم؟ ما عندنا إحصائية واضحة، بس إلى الآن وصلنا تقريبا إلى 130 ألف شخص في السعودية بكافة المسجلين بكافة المملكة مسجلين في جمعية الزهايمر، وبالنسبة للعالم تقريبا كل 3 ثواني شخص يصاب بالخرف. كل 3 ثواني يعني طب بالنسبة للمرض هل هو مميت؟ هو الأعراض اللي تيجي منه مثلا إذا الشخص وصل للمرحلة السريرية يبدأ ما يقدر يتحكم في البلع، فلما يتحكم في البلع تدخل السوائل على الرئة فيجي الالتهاب. غالبا المرضى يموتون من هذه الأسباب، مو من مرض الزهايمر نفسه هو يقتل، بس من الأشياء اللي ممكن تيجي معه. طب إيش السبب إنه ما يقدر يتحكم في البلع؟ هذا من نفس المخ لما تيجي تموت الخلايا العصبية اللي هي تتحكم في البلع، وما في لها طبعا هذه علاج أبدا، خلاص الحالة السريرية هذه من أصعب الحالات. إيه، هذه من أصعب الحالات، نحاول إنه إحنا نسوي لهم مثلا علاج طبيعي نحاول، بس صعب التعامل معها. في أكيد إحصائية معينة للعمر المعين اللي يعيش له مريض الزهايمر، كم هو المدة يعني من لما يصاب بالزهايمر كم سنة ممكن يعيش بعد الإصابة؟ تقريبا من 10 إلى 20 سنة. يعني ما يأثر؟ ما يأثر، وإن قلت لك ممكن يموت من الكومبليكيشنز حقت اللي تجي، بس إن من 10 إلى 20 هو لأنه ما يجيك، إحنا قلنا لأن مرض الزهايمر يبدأ في المخ قبل لا تبدأ الأعراض. نعم. بعدين تبدأ الأعراض الأولية، الأعراض الأولية تقعد فترة، بعدين المرحلة الثانية تقعد فترة، بعدين المرحلة السريرية تقعد فترة، فعشان كذا تطول المدة. هو لأن في أشخاص عندهم جهل في نقطة إنه لا خلاص جهل الزهايمر أكيد بموت. أي هذه النقطة جدا منتشرة في المجتمعات. صحيح صحيح، وهذا احنا اللي مثلا نحاول ان نوعي المجتمع فيه، لان كل ما صار تشخيص مبكر هم عرفوا، زي ما كنت تقولين كيف الشخص ممكن يعرف ان صح. الشخص مصاب بالزهايمر، كل ما تم التشخيص بدري في عندنا ادويه صح انها ما تشفي الزهايمر، بس انها تاخر ظهور الاعراض وتخفف من الاعراض.
فنحاول ان نخلي نفس الكواليتي اوف لايف حقه الشخص وحقه الاهل احسن. طب في اشياء معينه انه نعملها لمريض الزهايمر تخليه انه يعيش في جو بعيد عن الاكتئاب؟ لانه من ضمن الاعراض انه ممكن يشعر بالاكتئاب ويكون مو عارف اللي حوله. طب ايش الاشياء المعينه اللي ممكن نسويها انه نرفه عن مريض الزهايمر؟ في اشياء مثلا ان تشوفين الشخص نفسه وش كان يحب ايام زمان يسوي. في ناس مثلا كانت تحب تخيط، لما ترجع تخيط تلقاهم يرجعون يعرفون يخيطون، لان الذاكره القديمه تبقى ما تروح. كنت تتكلمين معهم عن الاشياء القديمه. في كمان كلام عن مثلا الموسيقى، لان الموسيقى تقعد في اكثر من مكان في المخ، فتكون لما تشغلي لهم اغاني هم كانوا يسمعونها حتى يصيرون يتكلمون يرجعون ينبسطون. فهذه الاشياء اللي ممكن نساعدهم فيها. طب الاصابه بالمرض ايهم اصعب عند الرجل ولا المراه؟ الصراحة ولا نفس الأعراض؟ نفس كل شيء، نفس الأعراض، ما في الاختلاف، بس هو أن المرأة تصاب أكثر لأنها تعيش أطول فقط. نسبتهم أكثر. يعني كم بالمئة ممكن المرأة تصاب مقابل للرجل؟ ما يحضرني الآن ما يحضر. طيب أبغى أتكلم عنكم أنه أنتم كجمعية، إيش دوركم في توعية المجتمع وكيف تساعدون الناس في تثقيفهم وكذا؟ يعني كيف احنا بنوعي المجتمع ان على مرض الزهايمر؟ كانت طلعنا بحمله تحسبونه بس نسيان، ان الناس يحسب الزهايمر بس نسيان، وزي ما قلنا قبل انه هو ما هو بنسيان، هو ياثر على الشخص ككل. نعم. على شخصيته، على المزاج، على تفكيره، على الحكم حقه. فهذه الاشياء اللي احنا بنحاول نوعي المجتمع فيها، وان شاء الله يعني الحين وصلنا لدرجه من التوعيه. يعني وصلنا أول شيء أنه مرض الزهايمر يعرفون الناس، يعني الحين كل أحد صار يعرف مرض الزهايمر أنه متعلق بالنسيان. نعم. المرحلة الثانية أنه نوعي أنه هو مو بس نسيان، في أعراض ثانية مع النسيان. طب الحملات اللي أنتوا تسوونها لقيتوا منها الفائدة للمجتمع، ولا لقيتوا لا في البداية لا ما إحنا ما وصلنا للهدف اللي كنا إحنا حاطينه؟ لا الصراحة مرة في تفاعل مع المجتمع، يعني حتى إحنا في شهر سبتمبر هو الشهر العالمي للزهايمر، فيكون عندنا عيادات حول المملكة، فتقريبا في عيادة يومين يتم تشخيص من 18 إلى 20 حالة. فيعني كويس إن إحنا نقدر نساعد الناس يعني من المراحل المبكرة. صراحة مرة فادتنا الحملات ومرة فادت المجتمع. طب في سؤال كنت بسألك إياه عن اختبارات المرض حقة الزهايمر التجريبية، طيب اللي يمكنها أنها تكشف عن المرض الزهايمر طبعا بسن مبكرة، هل هذه الاختبارات مفيدة ولا لا؟ الصراحة الاختبارات هذه في منها من الأشعة اللي تبين مثلاً مستوى الأكتيفيتي، كيف المخ يأخذ السكر مثلاً، لأنه هو يعيش على الجلوكوز المخ. هذه الأشعة عادة ما نستخدمها في العيادات، عادة تستخدم في الأبحاث، يعني لين الحين ما تستخدم في العيادات. طب أنتوا دوركم بالتوعية لما تكون قلتي في شهر سبتمبر يكون إحنا منتشرين في أنحاء المملكة، طيب بيكون في عندكم كشف؟ بيكون كيف؟ يكون عندنا عيادات، الدكاترة يروحون مثلا لأكثر من منطقة، يجي المريض ويتم الكشف زي ما قلت لك من قبل التحاليل، عشان احنا نبغى نشوف إذا في أسباب ثانية ممكن تسبب هذه الأعراض، نفس الفحص والتاريخ الطبي. الشيء الثاني القدرة الذهنية، فحص القدرة الذهنية حقة المريض، وفي النهاية الأشعة. طب بالنسبة للأشخاص اللي عندهم الوراثة بالمرض مرض الزهايمر، إنه وراثي بين الأهل، يقدر إنه يجي بعمر صغير، يعني مثلاً عمر 30 ولا عمر 40، إنه يجي يكشف إذا ممكن في احتمالية إنه يصاب بمرض الزهايمر ولا لا، ولا بعد ما توصلتوا لهذه المرحلة؟ هو في توصل هذه المرحلة، يعني تعرفين الجينات اللي هو الجينوم، فالواحد يروح يشوف جيناته ويشوف وش الجينات اللي عنده ممكن تصاب فيها، بس ما أنا ما عندي علم إذا هي عندنا هنا ولا لسه ما وصلتنا التقنية. طب وبالنسبة لي أهدافكم بالجمعية، إيش هي أبرز أهدافكم؟ أبرز الأهداف، من أول الأهداف التوعية للمجتمع عن مرض الزهايمر وعن معاناة مريض الزهايمر. ثاني شيء التقديم العناية لمريض الزهايمر، سواء من عناية مادية من عناية معنوية، وغير كذا الاهتمام بالمقدمين الرعاية لمرض الزهايمر، لأن
مقدمي مرض الزهايمر مرة يتعبون مع المريض، فإحنا نحاول نقدمهم السبورت، نعطيهم جلسات نفسية مجانية، عندنا سبورت جروب واتساب يتكلمون مع بعض عن تجاربهم، يساعدون بعض. كمان الجمعية تحاول أنها تدخل في الأبحاث وتساعد في الأبحاث حقت الزهايمر. طب بالنسبة للأشخاص اللي يضعون أبائهم بدار العجزة، في هذه الحالات أكيد مرت عليكم كثير ومصابين بمرض الزهايمر، أيهم أفضل، أن يكون المريض موجود بدار عجزة ولا يكون بين أهله وأصحابه؟ هذه يعني صعبة شوي، لأنه يعتمد على الكيس، يعني يعتمد مثلا على وضع المريض، على وضع الأهل. في أهل ما يقدرون، في أهل يعني حياتهم أصلا صعبة وهم عندهم، في أهل لا يقدرون دي تيكر. ومن الجمعية إحنا نحاول أن نوفر مثلا الأشخاص اللي ما يقدرون يهتمون في المريض، نوفر لهم مساعدة، ناس تهتم فيه في البيت. يعني ممكن يكون في ممرضة معاه في البيت. أيوه. طبعا وهذا الشيء يكون صعب على المريض أنه يتعامل مع الممرضة ولا هو طبعا سهولة؟ لا هو طبعا في صعوبة، بس أن زي ما قلت لك إحنا نعطي الدورات حقت مقدمي الرعاية عشان يعرفون يتعاملون مع المرضى، نسهل عليهم التعامل. طب أنتم كجمعية إيش آلية عملكم في مرض الزهايمر؟ إحنا أول شيء نبغى نشخص التشخيص المبكر، فنفتح العيادات المجانية للمرضى وحول أنحاء المملكة، لأن أكثر الدكاترة أنت زي ما عارفة في المناطق المركزية اللي هي الرياض وجدة. ثاني شيء نعطي محاضرات توعوية في أكثر من في قطاعات حكومية، قطاعات خاصة، في المستشفيات. يعني حتى في ناس من المحاضرات التوعوية يكتشفون أن أهلهم أمه ولا أبوه عنده الزهايمر، يكون مو عارف. وزي ما ممكن نسوي زي ما قلنا الإيفنتات، يعني هذه الأشياء اللي نساعد فيها في التوعية للمجتمع. طب بالنسبة لتثقيف طلاب المدارس، لأنه الحين الجيل صار تحسيه واعي، فتحس التثقيف لطلاب المدارس موجود ولا غائب حول مرض الزهايمر؟ لا موجود، يعني في عندنا أحيانا في من المحاضرات تكون في المدارس محاضرات توعية للزهايمر. طيب دكتورة سارة احنا بنطلع فاصل ونرجع لكم، مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل. عدنا إليكم مشاهدينا في الجزء الأخير من برنامجكم 60 دقيقة، وموضوع حلقتنا عن الزهايمر، وضيفتنا الدكتورة سارة قباني، طبيبة عامة وعضو في جمعية الزهايمر. دكتورة سارة، أنا حابة قبل ما ندخل في الجمعية أكثر، حابة تحدثينا عن نفسك أكثر، كيف قررتي أنك تنضمي لجمعية الزهايمر؟ أنا جدي الله يرحمه كان مصاب بمرض الزهايمر، وبما أن كوني طبيبة كنت أدرس في السنوات طبعا مرض الزهايمر، بس كنت أشوفها كأعراض وكمرض. بس لما شفت جدي استوعبت أنه هو مو بس مرض، هو يعني التأثير حق المرض جدا قوي على الشخص وعلى أهلي، يعني كانوا على اللي حوله. أنا عندي معرفة شخصية بواحدة من أعضاء الجمعية وانضميت إليها أنه عشان أساعد في التوعية، لأنه شفت الجانب الصعب من مرض الزهايمر. طب وكيف لقيتي صعوبة في وجودك بالجمعية أنك تتعاملي مع مرض الزهايمر؟ أنا ما عندي تعامل في الجمعية مع مرض الزهايمر. ما عندك تعامل مباشر؟ ما عندي تعامل مباشر، بس في عندنا الأطباء المختصين، الأطباء النفسيين، أطباء المخ والأعصاب، هم اللي في العيادات يتعاملون مع المرضى. طب كيف شعورك وأنت تنزلي وتثقفي والتوعية حول مرض الزهايمر؟ الصراحة شيء حلو أن تشوفين المجتمع أنه مهتم في قضية مهمة، خاصة أن مرض الزهايمر الحين يعني إذا قلنا زي ما قلنا كل 3 ثواني أحد قاعد يصاب مرض الخرف، فهو قاعد مرة يزيد نسبته. فكل ما ثقفنا زيادة، كل ما صار الشخص نعلمناه كيف يقدر يتعامل مع الوضع ويصير الوضع أحسن. تحسي المجتمع صار يتقبل أكثر وجودكم مثلا بالمولات ولا في الأماكن العامة أنه عشان تثقفوهم، تحسوا أنه عندهم الوعي الكافي حول هذا المرض الصراحة ولا في جهل؟
هو إلى الآن يعني في ناس ما تعرف، بس إحنا وصلنا مرحلة أولى اللي هي الناس الحين أكثر الناس يسألينهم يقول لك الزهايمر، يقول لك نسيان. بس إحنا الحين المرحلة الثانية بنوصلها إنه الزهايمر مو بس نسيان، فعشان كذا عندنا اللي تحسبونه بس نسيان. صح. فهذه إن شاء الله المرحلة الثانية في الوعي والتثقيف. هو في معتقدات خاطئة يعني حول هذا المرض عند الناس، إيش هي أبرز هذه المعتقدات؟ في ناس تعتقد إن هذا من كبر السن، هذا طبيعي يعني إن الشخص ينسى. في عندنا إحنا لأن المجتمع، فمثلاً المجتمع عندنا صعب إن الواحد يقول الشخص أبوه ولا أمه مصاب بمرض الزهايمر، خاصة لأن لما يبدأ مريض الزهايمر يتصرف بتصرفات غير لائقة في المجتمع. يخجل منه. يخجل منه. الشيء الثاني مثلاً ممكن الشخص نفسه مع التعب على قدم الرعاية يحس بالذنب. نفس الوقت المجتمع انت لازم تكون بار بوالديك، فالشعور بالذنب ويتعب زياده. فهذه الاشياء اللي ممكن الصعوبات اللي نواجهها. طب بالنسبه لدور الاعلام حول مرض الزهايمر، تشوفي انه كافي في مجتمعنا الخليجي؟ الصراحه جدا يعني ساعدنا الاعلام الصراحه يعني بشكل كبير. من خلال طب الافلام اللي انعملت على حول المرض، وفي افلام في مسلسلات دخلوا لك ممكن حاله حالتين، تحسي انه ادوا الدور بالطريقه الصحيحه اللي لازم انه ينعطى فيه حقه مرض الزهايمر؟ الصراحه للحين ما شفت فيلم، ممكن الا في شفت فيلم واحد. ممكن في، بس احنا حتى عندنا في الجمعيه مسوين زي الفيلم نتكلم عن مرض الزهايمر، جايبين مرض الزهايمر وعن الكير جيفرز، كيف انه كيف حياتهم، كيف يعيشون الصعوبات اللي تجيهم. طب انتم بجمعيتكم الزهايمر تعاونتوا مع جمعيات في الخارج، حدثينا عنها. احنا من اوائل الجمعيات اللي تكون عضوه من الجمعيات العالميه. يعني حتى عندنا كل سنه نروح للمؤتمر الزهايمر العالمي، فاحنا نروح لهم وناخذ منهم الخبرات وهم كمان ياخذون مننا الخبرات، نستفيد من بعض. طب تحسي انه عندهم ممكن اشياء متطوره اكثر من عندنا؟ الصراحه لا. يعني احنا اخذنا دوره في جامعه نيويورك، وكانت هي مخصصه للمسنين لمرض الزهايمر، والتقنيات اللي عندنا والاشياء المقدمه لمرض الزهايمر ممكن تكون اكثر حتى من اللي يقدمونها هناك. طب انتم كجمعيه ايش ينقصكم؟ الصراحه الى الان التوعيه التامه، انه الناس تيجي عشان تبدا التشخيص المبكر. يعني هذا ممكن اصعب شيء ان نوصل له، لان احنا الهدف الرئيسي ان نوصل للتشخيص المبكر عشان ناخر الاعراض. نعم. وعشان نحسن الكواليتي اوف لايف حقه الشخص. طب انتم بالجمعيه قمتم باكثر من فعاليه، طبعا جمعيه الزهايمر جمعيه جدا معروفه، ايش هي ابرز الفعاليات اللي قمتم بها للتوعيه حول هذا المرض؟ احنا عندنا فعاليات مثلا زي مزوله. ان شاء الله هذه السنه بيكون خامس سنه على التوالي. غير كذا عندنا شهر سبتمبر اللي هو الشهر العالمي للزهايمر، يتم فيه محاضرات توعويه في القطاعات الحكومية، في القطاعات الأهلية، غير كذا في المولات، في المطاعم تعاونوا معنا الصراحة، في المدارس. يعني هذه كلها ساعدتنا في التوعية وفي يعني من الفعاليات اللي قدمها. شفت بعض التطبيقات، عندي تطبيق من التطبيقات نزلته طبعا بالصدفة يعني، وفجأة يجيني إنه مزولة وعن موضوع مزولة. أنا حبيت طريقتكم في التسويق حول الإيفنت اللي يعني عاملينه علشان جمعية الزهايمر. طيب الإقبال على هذا الإيفنت اللي أنتوا تسووه كل هذا قلت الخامس سنة، كيف الإقبال؟ هل الإقبال كبير وهل يعني ولا لا؟ الصراحة الحمد لله يعني كل سنة يكون الإقبال جدا كبير، يعني نوصل للعدد اللي نبغاه اللي إحنا حاطينه في الهدف. ممكن أكثر. إيه وممكن أكثر. إيه. طب إيش فرقت السنة الأولى عن باقي السنوات؟ طبعا كل مرة يعني الواحد يتعلم من أخطاء أو يتطور. يعني كل مرة يتحسن، وإن شاء الله هذه السنة إنه بيكون جدا ممتاز. إيش حيكون فيه هذه السنة؟ هذه السنة بيكون برعاية سمو الأمير بدر بن عبد المحسن. بيكون كل الريع للإيفنت رايح لمرضى الزهايمر، وكل اللي يشتغلون في الإيفنت كلهم متطوعين. نعم. فممكن يكون عندنا الاحتفال في اليوم الأول. في الفعاليات في هيئة الرياضة.
طب بالنسبة للفعالية بتكون متى؟ بتكون بكرة إن شاء الله؟ بكرة إن شاء الله أول يوم. طيب ممكن تعطينا تفاصيل أكثر عن وقتها؟ بتكون تقريبا من الساعة 4 وإن شاء الله بيكون في الاحتفال مع محمد عبده. فإن شاء الله إنه بيكون. أنت علقتي على نقطة الموسيقى أنها مهمة جدا لمرضى الزهايمر. أيه. فحلو منكم هذه اللفتة أنه جايبين فنان العرب أنه يكون موجود معكم. إيه يعني هذا إحنا اللي نحاول أنه نحاول نوفر الترفيه والمتعة للعائلة مع مريض الزهايمر، ونحاول نجيب الأشياء القديمة اللي هم كانوا يسوونها أول عشان يتذكرون الماضي. طب بالنسبة للجانب الديني لمرض الزهايمر حدثينا عنه. الجانب الديني صراحة يعني إحنا عندنا في الجمعية طلعنا كتيب من التعليمات الدينية والتعليمات قانونية لمرضى الزهايمر عشان نساعد الناس، انه في تساؤلات كثير مثلا عن الصلاة، انه الشخص مثلا بدل ما يصلي المغرب وقت الفجر لانه يصير عنده اختلاط في وقت في الزمان، ما يعرف ان الحين هذا وقت الفجر. فنفس هذه الاشياء كلها موجودة في الكتيب بشكل مفصل. طب ويمكن لما يجي المريض اهل المريض يتكلموا معاه للمريض الزهايمر انه لا الحين وقت صلاة كذا، ممكن يتقبل مريض الزهايمر ولا ممكن نلقى منه ردة فعل عنيفة؟ عادة احنا نفضل ان ما نصحح مريض الزهايمر، يعني ما نقول انه لا غلط هذا مو بوقت الصلاة ولا مو بكذا، خلاص يعني اذا هو مقتنع خلاص خليه، لان اذا انا قلت لك كذا وصححته بيحس بشعور سيء، والشعور السيء بيقعد معاه، وانا قاعدة احاول انه لانه ما بقال إلا المشاعر تقريبا مريض الزهايمر، فأحاول في قدر الإمكان أن أخلي المشاعر الطيبة معه. طب في هذه الحالة إيش دور العلماء الدين مع الأطباء تجاه أهل المريض؟ من أي ناحية تجاه؟ يعني العلماء كيف ممكن أن يعطوا الحكم الديني حول أنه موضوع الصلاة أنه ممكن يصلي صلاة غير صلاة، كيف يتعاونوا فيها مع الأطباء؟ زي ما قلت لك في عندنا الكتيب هم كاتبين فيه التعليمات، وعادة احنا زي ما نعرف في الدين ان اذا كان العقل يعني مريض الزهايمر يعني سبحان الله يعني العقل ما هو موجود فما هو محاسب على الصلاة وعلى الاشياء على الدين الاشياء. طيب سارة بالنسبة لمراكز الابحاث اللي عند مرضى الزهايمر ايش هي؟ في مراكز ابحاث؟ عندنا عدة مراكز بس ما هي متخصصة بأبحاث الزهايمر، عندنا في مستشفى الملك فيصل تخصصي، عندنا الكي مارك في الحرس، هذه كلها فيها أبحاث للزهايمر، بس إن عندنا ما لين الحين ما عندنا مركز متخصص فقط لأبحاث الزهايمر. بتكلم على نقطة معينة، في الحين مشاهير السوشيال ميديا تحسيهم منهم يجون يحبون يدعموا الأشياء الخيرية والأشياء اللي فيها تكون إنسانية أكثر، هل لقيتوا في دعم من مشاهير السوشيال ميديا او من مشاهير الاعلام؟ الصراحه جدا لقينا دعم، يعني مره تعاونوا معنا ومره ساعدونا في التثقيف في نشر الوعي، جدا كان لهم دور كبير. طيب ابغى اعرف بعد عن موضوع الادويه، ايش هي الادويه اللي ممكن ياخذها المريض علشان انه يحد من تفاقم المرض؟ احنا في عندنا الادويه اللي هي تاخر الأعراض اللي زي الكولينستريز إنهبيترز، هذه ما تشيل الأعراض ولا تشفي المريض، بس إنه مثلاً زي ما قلنا إحنا مثلاً بدل ما تيجي المرحلة الثانية بعد 8 سنوات تتأخر أكثر. الأشياء الثانية اللي مثلاً زي التخيلات زي الشكوك لها أدوية نقدر نعالجها يعني نسميها أدوية مثلاً مضادة للذهان اللي هي تتحكم فقط في الأعراض، فهذه كلها تحسن نوعية حياة المريض والأهل. طيب سارة بالنسبة لمرض الزهايمر زيارته للطبيب لازم تكون كل كم وكم؟ يعني احنا نحاول ان تقريبا على حسب، لان في مرضى ما نادر ما يجيك مريض الزهايمر فقط مصاب بمرض الزهايمر، عادة يكون معاه امراض ثانية. فعلى حسب امراض الثانية وعلى حسب صحته تكون الزيارات، ما نقدر نعمم بشكل عام. يعني ما يقدر مريض الزهايمر يعني مو زيارة دورية كل شهر؟ يروح زيارة دورية بس أنه ما هي بكل شهر، وعلى حسب الأمراض اللي عنده، يعني مثلا على حسب الكيس كل شخص يختلف أمراضه عن الثاني وحاجته للزيارات عن الثاني. طب نبقى نصائح عامة للحفاظ على سلامة البيت، سلامة المريض في البيت. من الأشياء مثلا احنا قلنا التخيلات، ف
فمثلا نحاول نشيل الأشياء اللي فيها ممكن المريض يناظرها ويتتخيل للأشياء. نحاول نبعد عن الأماكن الظلام البيت، لأن رؤية المريض تتأثر، فمثلا ما أخلي أشياء في البيت، ما أخلي أشياء كثيرة حوله، أحاول أخلي الموضوع بسيط قدر الإمكان. مثلا في دورة المياه أن في أشياء تساعد اللي هي عند المقعد، عند لما عند الاستحمام، هذه يعني في عندنا أشياء مرة كثير، وهذه كلها نعطيها بدورة حقت مقدمي الرعاية، نتكلم عنها كيف إنه نقدر نجهز البيت لمريض الزهايمر. يعني لازم يكون في عناية خاصة جدا لمريض الزهايمر. طب بالنسبة لاستعداد أهل البيت للعناية في المريض، نبغى نصائح بعد عنها لأهل البيت خصوصا. أهل البيت الصراحة احنا يعني انا انصح ان اهل البيت دائما يروحون مثلا يتكلمون عن معاناتهم، يعني مثلا احنا عندنا في الزهايمر السبورت جروب في الواتساب، عندنا الجلسات النفسية عشان يستعد المريض، مو بالمريض، مقدم الرعاية، لانه بيكون احيانا جدا صعب ان شخص قريب منك يصاب بهذا المرض، فنحاول انه نعدهم ان يتعاملون مع المريض وأنهم يقدرون يرتاحون، ننصحهم أن يأخذون وقت راحة لنفسهم، ننصحهم أنه يعني مثلا ما يعصبون، يتذكرون أن المريض أنهم يقدرون أنهم عقلهم موجود أكثر من المريض. طيب سارة أو دكتورة سارة، كلمة أخيرة للمشاهدين وعشان وصلنا لنهاية حلقتنا. مرة أنا حابة أشكرك على اللقاء اليوم، حابة أشكر القناة، شكرا لأنكم سلطت ضوء على هذا الموضوع المهم. نصدق إحنا نحتاج الإعلام ونحتاج النشر الوعي، صراحة جهودكم جدا. دكتورة سارة قباني، عضو في جمعية الزهايمر وطبيبة عامة، شكرا لك وجودك معنا اليوم، والشكر لكم موصول أيضا مشاهدينا، وإلى اللقاء.